افتكر ان هم مستعدين بشكل كبير جدا، بس اللي عايزه اقوله هنا انه زي ما يمكن الفرحه يعني فرحتنا ان احنا وصلنا للفاينل ده طبعا يعني من حقنا ان احنا نفرح، بس الحقيقه اللي انا عايزه اقوله كمان ان الاهلي مع موسيماني فعلا شيء تاني، في متعه كرويه شفناها مش مجرد انك تفوز بس، لا في متعة كروية أنت بتستمتع بيها في الملعب، في بصمات واضحة على أداء اللعيبة، لاعب لاعب على فكرة في أداء مختلف، في ثقة ظاهرة، في ثقل في الملعب، في مهارات، في تمريرات، في تركيز. احنا يمكن شفنا ده وشفنا يمكن تأثير ده واضح قوي على أداء أفشة، على حسين شحات، على كل اللعيبة. في الحقيقة ده شيء مش جديد، أنا عارفة مش جديد على الأهلي، هو ده الأهلي اللي التاريخ بيتكلم عنه، هو ده الأهلي نادي القرن اللي كتب التاريخ لنفسه لجماهيره. أنا واحدة من الجماهير، جماهير الأهلي، كنت قاعدة وبتفرج على المباراة الأخيرة دي، قاعدة وبقول مش يعني يا ترى هنجيب كام جون، مش يا ترى هنكسب ولا لا، لأن الحمد لله كان بنسبة كبيرة قوي كنا خلاص حسمنا التأهل من مباراة الذهاب، لكن حسيت إنه اللعيبة والمدرب يعني خلاص نازلين يكن نجيلة زي ما بيقولوا كابتن هاني، لكن الحقيقة ده يعني برضو الآخر دقيقة زي ما أنت قلت إحنا الأهلي وهنخرج بسكور كبير، وده اللي يخليني أقول النهاردة وبأكد إنه دي شخصية البطل، دي شخصية الفريق اللي داخل على لقب إن شاء الله كبير جدا، إن شاء الله نحققه، وإن شاء الله يكون بإمضاء الأهلي والكاس أهلاوي إن شاء الله، وهنحتفل بيه هنا في البيت الكبير، أوعدكم إن شاء الله.